ينضم معنا من الحرم مراسل الإخبارية خالد الربعي. أهلا بك خالد، حدثنا عن مشاهداتك في مكة المكرمة وحيث أنت. نعم محمد، ونحن نعيش هذه الأيام أو في نهاية الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، ونودع هذا الشهر الكريم. باقي تقريبا حوالي 6 أيام أو 7 أيام، لكن مع هذه النهاية تزداد معها أعداد المعتمرين والزائرين لبيت الله الحرام في مكة المكرمة، ومعها طبعا تزداد وترتفع الاستعدادات لخدمة هؤلاء الزوار والمعتمرين. بالتأكيد نتحدث عن جميع الجهات الحكومية والخدمية التي تتواجد هنا لخدمة ضيوف بيت الله الحرام. إن تحدثنا عن الجانب المدني فهناك رئاسة شؤون الحرمين التي طبعا نعلم أنها تقوم، وهذا دورها الخاص والذي يهتم بالحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى بقية الجهات الخدمية، أمانة منطقة مكة المكرمة والوزارات الأخرى المساندة. أيضا الجهات الأمنية تحدثنا وشاهدنا قبل قليل من خلال التقرير الذي شاهدناه قبل قليل محمد عن رجال المرور، وتحدث كثيرا حقيقة عن رجال المرور، وهم يعني أتحدث بكل صراحة، رجال المرور يقومون بجهد جبار وجهد حقيقة مضني لأن تكون المنطقة المركزية منطقة سلسة ومنطقة تكون مداخلها ومخارجها تكون بيسر وسهولة. رصدنا تحركاتهم يوم أمس من خلال التقرير الذي شاهدناه قبل قليل. الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للحرمين الشريفين بأن جعلت للحرم المكي والحرم الشريف قطاعين أمنيين مهمين، وهي طبعا القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة، وأيضا قوة أمن المسجد الحرام. هذين القطاعين التابعين للأمن العام بالتأكيد يؤكدون أن حكومة المملكة تسعى دائما بأن يكون الحرمين الشريفين بصورة ناصعة البياض أمام العالم أجمع، وهذا ولله الحمد ما استطعنا أن نتمكن فيه من خلال إدارة الحشود التي نتميز بها عن غيرنا على مستوى العالم. أنا من أرض الحرم المكي الشريف، شكرا جزيلا لك.